السلام عليكم اختي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم اخوتي، اليوم نهار سبيسيال اخوتي، اليوم نهار ديال البكا وديال الله يسترنا. مي اليوم غنحطوا ان شاء الله. انا دابا لحقت في بوردو، انا بوردو انا جيفي لو طون كو لو ترين ديال صوفيا اختي صوفيا غايجي. لقينا جيفي محلوله، دونك اون فيم تي تور. مي اليوم اخوتي صوفيا اختي الكبيده غتمشي بحالها، والله غتخلي بلاصه كبيره. مي معليش غتولي ترجع ايتسيتيرا، دونك ان شاء الله هادشي اللي كاين اخوتي. دابا حنايا ونا بوردو غندخلوا ياك كندير غنديو تنتسناو شويه باش نجيو قد قد مع الترين ديال صوفيا. الله يوصلها على خير وبخير ان شاء الله. Le prix, même, tu peux nous dire, s'il te plaît? 100 euros. Horo. Regardez, vous avez montré. Vous avez montré. Il écrit Aïcha. Il écrit ça sur la face. Ici, il y a écrit. Il y a écrit Aïcha Lia. Et ici, il y a écrit quoi? Lia. Et où البارح اخوتي المشاهدين كنا تنلعبوا مع الحنه. ايوا هادشي اللي كاين. Là, on est à Jiffy. Jiffy de Villeneuve-d'Ornon. Les rideaux.
Santé. Maquina gel acer. Bon, il n'y a pas que l'acer. Tu peux tout faire avec. Un mixeur. Les cocktails, milkshake. Mm-hmm. La purée. De la carotte. Ou pour les nèches, les adultes. Les bébés qui ont deux ans et tout. Ils doivent la sauter les carottes. Ça va, c'est bien ça. Alors, il a combien, Imen? Un prix baisse. Ça veut dire qu'il a 20 euros. 20. C'est comme ça, 20? Voilà, 20. Et en plus, c'est Ramadan, nous sommes allés à l'Azer. Donc, je suis allé à l'Azer déjà. Et moi, je suis allé à l'Azer. De quelle couleur il est? Il est bien. Mais tu peux le faire. Je suis allé à l'Azer. Vitesse 2, voilà, capacité 1,5 litres. Donc on peut mettre 1 litre et demi de contenance. Ou, il est en inox, lame inox. Et le bloc, il est en Plastique. Il est en plastique. C'est pas grand, ça. Tabarak Allah, alika Imen, ma adi men ngoul alik. Et wa khouti, on va nqeddem lekoum hadou nqla. Hadou nqla, mzina, tabarak Allah, tqila. Peut-être تطيبوا فيها كل شيء اللي بغيتوا بلا ما تاخذوا الكامله وهادي وهادي المقله كديروا كل شيء ونصحكم اخوتي تاخذوا حتى هذا حتى هذا الكاش فوالا باش الزيت وباش ما كل شيء ما يطيرش في الحيط ديالكم هذاك وتنساو هذه راه مهمه بزاف هاكا وهادي فاش ما غانا ديال الطيله وشوفوا الديكور كل شيء الديكور اخوتي كل شيء على اللون اللون بلو بحال تيفال صوف كو سي با لا مارك تيفال ولكن ما تتحركش ديروا فيها اللي بغيتو طيبوا الطعام هنايا طيبوا المدهوسه ديروا طاجين هنايا كلشي هنايا على طول تليق لكلشي خصو المشاهدين على حسابي هذه تعالوا فينا في سيرفير على حسابي ما كاينش ثمن اليوم لا غلى على مسكين كلشي فابور عاد المقله بقات وحده اللي بغى يجي مرحبا به هادشي اللي كاين خوتي ودابا رمضان رمضان ما سالاش الحريره راه تطيب هنايا عداك تقولوا هذه راه صغيره ولادي الحريره تطيب هنايا تليق لكل شيء كاع الحريره تليق الخبز حق الخبز الخمسي طيبوا الخبز هنايا بلا الفران نساو الفران نحيو كل شيء شنو عاد المقله عند الزينات وتقيله تبارك الله و تبشي كاع لي تبشي اوفر انجكسيون تبشي هذا هذا هنا لا اصلا في اللون الازرق انا ياك تشوفوني هاد الطواجين هادو اخوتي هادو كيلوقو الفاميلا ديال 20 خصوص هيك خصوص كيقولوا الشخص ديال 20 خرصه هنايا خوتي ديروا بيض ومطيشه ديروا البيض بوحدو ديروا اومليط كلشي اللي هنايا الطاجين ديال الحوت الطاجين ديال اللحم ديال اللحم الطاجين ديال برقوق ديال البقري صافي اليوم خوتي المشاهدين راه هو الى 2.50 اليوم على حسابي موي 50% راه هو عاد 6 اورو دابا جريو خوتي بقى 4 اختي على ريحه كلشي على مقا خوتي كلشي على مقا خوتي كنصحكم بهذا شنو جلابي ودار لي الحبوب فيك جي شونجي مع سي فري با الحبوب مي تي جافي دي بلاك اي اون ماتيك سيتي فيك جاي شونجي دو صابون دو ليكيد دو ليسيف اه وي سي فري سي فري تو ما واش ما رابيل ايوا خوتي انا كنصحكم بهذا هذا فن واعر والريحه شموها شموها خوتي قولوا لي ترو بون كيفاش تكون تاخذو ديزوري لا سوفلين راه كتمشي مع هذا لي بتي دبي كلشي على القا كلشي على الريحه كلشي على القا و لو بري ديال لا سوفلين لا سوفلين على 3.70 30 درهم 40 درهم ولا جيتو على حسابي غتاخذو عبا 1 فرانك وهاد لا سوفلين هادي هو عرفتي
ouais, il y a là en or là, c'est en or. هاد لي بتيت بي كومسا تاع تاع لي نور ملي كنصيق الدار. اه وي موا سي جو في سا في السطال ديال الماء السطال ديال السياق تندير تنلو هادو واحد الريحه خوتي كتلف الشعر ما عندي ما نقول كلشي على بقى خوتي كلشي على بقى كو شفتي لا بوب دو اجاكس احسن احسن واورع ياك كيقولوا اورع اورع اروع اروع برودوي ديال السياق هو اجاكس وهاد الى ميديتيراني وي هاد لو بلو بالضبط حق الله العظيم هذا خطير مو عاد تشري ما غير لو بران اكسيون دي فوا كيكون كيكون في اكسيون هذا خطير عشمو عشمو علاش غير ما تنضحكش دابا قبيله تنضحك وهذه تنضحككم دابا هذا خطير اختي سي سي سون تروما اي بلان دوتر ميم لو روج نو هذا 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 وي لو بلو اخي لو روج فوالا لي ماشي بروبر سون با بون Monsieur Pop, moi j'ai pris, monsieur Pop. Ouais, mais là on a connu un jeu qui s'en passe. Descends. Le bleu. Ouais, le bleu sent trop bon. On est arrivé à la gare. Putain, Sophie va partir, ça y est. Ça y est, c'est fini. C'est fini. La Kaamelat. Dégoûté. ايوا مره جايه ان شاء الله شتاوات اخوتي والله شتاوات والبرد شويه ديال البرد مشات صوص مشات اختي مشات ما كوبش لي بارتي ايوا اختي مشات والله عمرت لينا الدار حق الله العظيم اون فيت صوفيا سي نفي بحالي وحق الله سي بحال اختي ورا اختي وانا الميم ديليغ تنضحكو تنشطو انا الميم ديليغ اللي في راسي فرانشمون الله يوصل على خير وبخير والله سي دوزنا السيمانه فرانشمون ما عندي ما نقول والله انا بروفيتي ضحكنا ولعبنا وشطحنا وكل شيء فرانشمون الله يوصلها على خير الله يسهل عليها هادشي لي كاين بو غنقطع باسكو جاتني البكيه دابا جاكوفاني سوفيا امسيري كاين بزاف ديال الشتا شوفي بلوي 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 شوفي على فيت كاين بزاف ديال الشتا تو اي اون اكومباني افيك ليا مشيت حطيناها في على غار على غار ما حط لا لا اي سي سا سمعت حطات خيره جيسي دو دورمير كنت نعس مع 3 4 ديال الصباح باش نبقاو نهضروا ليتو بقينا تنهضروا انا فرانشمان تونسنا فرحنا وضحكنا فرانشمان عينا حتى والله مانيفيك سي سي بارفي ان شاء الله انا داس مانيفيك ان شاء الله يغوبجا ولا حنايا نطلعوا ان شاء الله يا ربي ايوا خوتي بقاو معنا دابا غندخلوا للدار معروضين دونك واقيلا غنقول لكم سلامة هنا حيت غندخل الدار ان شاء الله دابا الى كنا غادي 5 دابا فوالا كنت بغيت نشارك معكم مع لو فيك باش دينا دينا اختي سوفيال بحالها على كار دونك هادشي اللي كاين فرانشمون وصلنا على خير وبخير دابا غندخل الدار يا ربي وصلنا على خير وبخير وصافي هادشي اللي كاين اخوتي دابا حنا واقفين لوطوبوس غندخلوا للدار عند امي تما تنقول امي عند الوالده غندخلوا عند امي فوالا لا حنايا غندو سعيده حنا غندخلوا للدار نتمنى هاد لا فيديو خفيفه ظريفه تعجبكم تهلاو في راسكم وعواشركم مبروكه نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وبسلامة عليكم يا بختكوا واخوتي نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وبسلامه